عام 2015 دشنت وزارة التغير المناخي والبيئة المرحلة الأولى من مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بهدف التنمية وحماية النظم البيئية والموارد البحرية الطبيعية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ببناء مفقس بكلفة قدرها 75 مليون درهم لإنتاج الأسماك ذات معدل بقاء عالية وبطاقة إنتاجية تجارية تصل إلى 10 مليون إصبعية من الأسماك المحلية سنوياً. مركز الشيخ خليفة إنتاجيته 10 مليون، الغرض منه هو تقياتي تشجيع الاستزراع، قطاع الاستزراع في الدولة والاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي وتعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي الموجود في الدولة، حيث أن يتم إطلاق الكثير من الأسماك هاي في البحر، مما يؤدي إلى تعزيز المخازن السمكية المتضررة في المياه الدولة، خاصة بعد ما سمعنا أن في الأيام الأخيرة أن المخازن السمكية متدهورة في جميع الحالات.